يسأل عن فرائض الوضوء وسننه، جزاكم الله خير يا شيخ صالح. فرائض الوضوء هي كما في الآية: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومس جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين. طيب. ثلاثا ثلاثا هذا هو الأفضل. طيب. إلا المس فإنه مرة واحد ولا يكرر، والترتيب بين هذه الأعضاء يعني يرتبها كما ذكرها الله جل وعلا في الآية: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي حديث آخر: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. أن ترتب الأعضاء كما ذكرت في الآية الكريمة. والفرض الأخير الموالاة بين غسل الأعضاء، لأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتد، بل يوالي، فإذا فرغ من غسل العضو فإنه يغسل العضو الذي بعده إلى أن ينتهي. هذه فروض الوضوء. طيب. وأما سننه فهي كثيرة. طيب. منها كما ذكرنا الغسل ثلاثا ثلاثا، التثليث لغسل الأعضاء سنة من سنن الوضوء، ومنها غسل الكفين قبل البداء بالوضوء غير القائم من نوم الليل، هذا سنة. وأما القائم من نوم الليل فإن غسله الكفين قبل الوضوء واجب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ونهيه أن يدخل يديه في الوضوء قبل غسلهما إذا استيقظ من نومه كما في الحديث الصحيح. ومن ذلك يعني من سنن الوضوء دلك الأعضاء لأجل أن تتبلغ بالماء، ومن سنن الوضوء تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وتخليل اللحية الكثيفة يخللها، يعني يدخل أصابعه مبلولة بالماء من خلال الشعر الكثيف. هذه من سنن الوضوء. نعم.